ونشوف نخدموا ونديروا ونساعدوا. ما كتشنف من الداخل من الكاو الباطن ديال الانسان. روح باش تربح راه ما تربحش. واش مازال الطموح ديال الصعود في هذه السنه هذه رغم الهزيمه الاخيره امام نهضة زايو؟ والفريق الان فقط نقطتين عن المتصدر قدس تازة. واش باقيين تتاملوا بالصعود في هذا الموسم؟ مرحبا بقناه فجر الاخبار. بالنسبه للصعود حنا هذا العام يلا بدينا مشينا الحمد لله. هذا العام يلا بدينا حنا في الدوره، يمكن الدوره 3 وحنا الاولى. حصل هذه الدوره ولينا في المرتبه الثالثه كما تيهمش ديال 2 نقاط. مازالين 3 د الماتشات في لالي باش يسالي. ان شاء الله حنا عازمين باش نوصلوا ل 30 نقطه في هذا لالي، وفي الروتور غتكون تسير اخر، تفكير اخر للاعبين، وغيكون ان شاء الله الصعود ان شاء الله. حنا سامعين اخبار هي غير مؤكده بان الجميع غيصعدوا 5، ولكن حنا ما تنامنوش بهذا. تنتمناو حنا نكونوا صاعدين حنا الاولى، وان شاء الله كاين الصعود لان متفائلين باللعبه ديالنا، وان شاء الله بالرجوع بعض اللاعبين اللي توقفوا، والرجوع اللاعبين اللي غيرجعوا ان شاء الله، وبالرجوع ديالي ان شاء الله ندخل بدلاء ديال الملعب لان هادتي وقع لنا ضرر فيه فاش كنا في زايو. ان شاء الله المقابله الجايه ديال إفران غتكون خارج الملعب، هذا تيوقع ضرر اللاعبين. حنا تنامنوا بهذا الشيء، ولكن حنا ما تنحطوش يدينا. الكره تتسالي حتى لاخر نفس. الكره ماشي في ماتش ولا 2 ولا 3 ولا 4. حنا دوزنا واحد الانتكاسه اللي هي في المباراه ديال تازة اللي كنا تظلمنا ظلم كبير، يعني بحال ظلم عدواني باش الفريق ينهزم من المباراه ما دخلاتش، والتعدد ديال الحكم اللي طرد لنا 4 اللاعبين، وتنكتشفوا بان في الاخر داير بينا تقرار اللي تنجلسوا حتى حنا 8 المقابلات. ولكن هنا تنعطي ان شاء الله الجمهور ديال شباب العرائش بان الصعود كاين وكاينه الملامح ديالو. الا كنتو شفتوا المباريات ديالنا يمكن اقوى فريق في اللياقه البدنيه ولا في التكتيكيه. حنا باش خدامين ساعه تنخدموا حنا على هو الهدف ما يتسجلش علينا في الهوات، هو ما يتماركاش عليك، ماركيتي رحتي. هذه ثقافه الهوات، حنا خدامين هذاك السيستيم، ولكن ما يكون الخير ان شاء الله. حنا راك كيهيئنا هنا اللعابه نفسانيين شويه على الماتش ديال الافران اللي غيكون ماتش ماشي ساهل. مثلا الفريق ديال الافران هازم هنا في مدينه شباب العرائش مع القصر الكبير، يعني غتكون مباراه قويه جدا. وكما تيستعدوا الناس حنايا، واللي كان يستاهل الفوز يستاهل. أنا مشجع فريق شباب العرائش سي عيسى. شنو تنتظر من فريق شباب العرائش في هذا الموسم اللي تحقق نتائج مبهرة وتحصل الصف الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر قدس تازة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر قناة فجر على الاستضافة، وكنشكر اللاعبين ديال نادي شباب العرائش اللي قدموا واحد الموسم خيالي بقيادة الإطار المحجوب الكحل ولا بقيادة اللاعبين اللي عارفين المسؤولية اللي عليهم، وعارفين بأن هذا العام هو العام ديال الصعود، فهمتي. وحنا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يعاوننا. كما كتشوف حنا كنا متصدرين من الدورة 3 حتى للدورة 12 اللي انهزمنا فيها أمام نادي الرياض ديال زايو، اللي كانت واحد المباراة قوية اللي كنا نستطيعوا نربحوا فيها، ولكن جا هدف ضد مجرى اللاعب اللي سجل اللاعب ديالنا ضد مرماه، وانتهت المقابله بخساره النادي. حنا غنمشيو لمدينه افران ان شاء الله باش نجيبو 3 نقاط ونعززوا الحظوظ ديالنا في الصعود ان شاء الله، باش ناكدوا لاي فريق في الهوات كيساهم قوه نادي شباب العرائش بان نادي شباب العرائش يساهم الصعود هذا العام هذا ان شاء الله، بتضافر جميع المكونات ديال النادي، لا جمهور ولا مكتب مسير ولا مدرب ولا لاعبين. كنتمناو من جمهور العرائش الكريم يساند الفرقه في السراء والضراء، اللي حنا كنتاقوا كمجموعه، حنا كنتاقوا في بعضياتنا، وكنتاقوا بان هذا هو الموسم ديال الصعود، ومامنين بهذا الشيء هذا. من اول خطوه درناها، من اول ماتش درناه، كنا مامنين باننا حنا نقدروا نصعدوا، وان شاء الله هذا الشيء اللي غيكون بالنسبه لمدينه العرائش ونادي شباب العرائش. كنتمنوا الصعود ان شاء الله، هذا هو الهدف المنشود. معنا لاعب شباب العرائش، لاعب سفيان التوحيد، لاعب سابق لفريق جمعية سلا وفريق اتحاد سلا وفريق اتحاد يعقوب منصور وفريق فتح إنزكان. تراودكم كلاعبين حلم ديال الصعود في هذا الموسم رفقة شباب العرائش، شنو الطموحات ديال الفريق كلاعبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا اخ نزار على هذه المبادرة اللي كتجي تقوم بها، اللي كتشجع بها الفريق وتسلط عليه الضوء في الجهه ديال العرائش او خاصه والمغرب عموما. بالنسبه للطموح ديالنا كيبقى الطموح ديال اي لاعب تيجي تيتريني مزيان، تيبريباري، تيتحالفوا مجموعه من النتائج في الاول، بطبيعه الحال يحلم ولا يبغي يحقق واحد الطموح اللي هو يجي في المرتبه الاولى. الحمد لله بعزيمه الرجال وبعزيمه المدرب اللي تيقوم بواحد الدور كبير في الفريق. حنا كلاعبين تنلعبوا على الصعود، ومن النهار الاول قلناها ومرارا وتكرارا ان شاء الله غنحققوا الصعود، باش نبغاو بالكره بالنفس ديالنا وبتشجيعات جمهور الشباب العرائش اللي تيساندنا على برا وداخل التيران، والجاليه المغربيه المقيمه في الخارج هي كتعاون شباب العرائش من بعيد في الخفاء، وكنتمنى هذه الثقه الماليه فهمتيني تفرج في اقرب وقت ممكن في امس الحاجه ليها. وبالنسبه للمقابلات اللي جايه اخ نزار نلعبوها ماتش، كل ماتش باراج، وان شاء الله نحققوا الهدف المنشود. والطموح ديال اللعابه انا تنقولها وتنعاودها، هي الرتبه الاولى باش ما كان. وشكرا اخ نزار.